اسميس طريقة توسيع المخارج والتضييق تجفيف المنابع. يعني تقال ريزيميت كل شيء سيتادير إفرذان يتساوين غلي سكلافاج إغلقيتناكو ياكو لي فانك وغلقنت ياكو تقول ديوث ثين القيرة نورمال معاملة بالمثل وكني فإما من بعد وإما فيدا فقد والله غرس بعد حين. ولكن يخدم هذا طريقة تاع توسيع المخارج توسيع المخارج ذاك يغلق ليفان يغلق في ركوا يدي ساون على الاسكلافاج ولكن في المقابل يلدياك ثبورة أرير نمذان أحرار أدفشغ الأمثلة يون ما إلا يقول يحنث يقول يحنث أشار يخل أشو دينا شرع بون كون قراك ثلاث أيام مي خاطي ماشي ثلاث أيام ديرتي مزورة يا أخي ثلا إطعام الآيات 89 من سورة المائدة